نروح لكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، واحد من اللعيبه اللي كانوا موجودين في مونديال 90، كابتن اسامه عرابي. برحب بيك يا كابتن اسامه على قناه الاهلي. اهلا وسهلا بك يا عمر، واهلا وسهلا بالاستاذ عماد وبالساده المشاهدين. اهلا بيك. كابتن اسامه، اكيد حضرتك شفت يعني اداء منتخب مصر امام منتخب السعوديه وخساره منتخب مصر 2-1. مبدئيا رؤيه حضرتك الفنيه للمباراه. اولا هي صدمه بالنسبه لي، صدمه في مستوى الاداء. يعني سيبك من النتيجه عمر، احنا لعيبه كوره ومدربين وعارفين انه احيانا ممكن الكوره ما تدكش زي مباراه المغرب مثلا وايران، او زي في بعض المباريات بتحصل المغرب والبرتغال، لكن النهارده الاداء كان صادم بكل المقاييس. اولا احنا فعليا احنا خبرتنا اكبر من المنتخب السعودي، احنا عندنا حوالي 15 16 لاعب محترف في دوريات اوروبيه، وفي فيهم اربعه او خمسه في الدوري الانجليزي. تاريخا احنا اكبر. امكانيات الفنيه للمنتخب السعودي، طبعا مع احترامي اولا بارك للمنتخب السعودي على ادائه الرائع النهارده ويستحق الفوز، لكن انا بتكلم على المنتخب المصري يعني. فأنا كنت متوقع الأداء يبقى أحسن من كده بكتير، خاصة إن الأداء في مباراتي أورجواي وروسيا ما كانش على ما يرام، فتوقعت النهارده مستوى تاني خالص، لكن النهارده المنتخب السعودي متفوق في كل عناصر اللعبة. الناحية البدنية هو الأفضل، الناحية الخططية هو أفضل، السيطرة في على وسط الملعب وبناء الهجمة هو أخطر، كم الفرص على المحاولات على المرمى هو اكثر، السرعه والخطه في الحركه وتقارب الخطوط واللعيبه بتلاقي بعض هو افضل. يعني كان متفوق علينا لدرجه ان انا مش مصدق اللعيبه بتاعتنا. انا قلت يعني لو متخدرين مش هيبقى بالحاله دي. الناس المفروض انت بتلعب في الثلث الاخير بتاعك، بتعمل دفاع عشان تلعب على هجمه مرتده، الكره بتتنقل في وسط الملعب وعلى الخط ال 18 وداخل ال 18 بكل بساطه، واللعيبه قاعده تحلق طول الوقت، حتى لدرجه الدقيقه 94 الكره اللي جت فيها الجون. فطبعا المنتخب السعودي يستحق المباراه عن جداره. المنتخب المصري جاله بعض الفرص في بعد ما جبنا الجون بتاع محمد صلاح الشوط الاولاني، كره لمحمد صلاح وكره لتريزيجيه، كانوا ممكن لو احسننا استغلالهم ان شكل اللقاء يتغير، ولكن اداء سواء في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني المنتخب السعودي كان متفوق في كل عناصر اللعب. يعني الحاله الفنيه بتاعت معظم لاعبتنا كانت بره المود خالص باستثناء عصام الحضري وبعض المحاولات لمحمد صلاح. يعني يا كابتن اسامه، حضرتك كنت واحد من اللاعبين اللي موجودين في كاس العالم 90 ومجموعه ناريه هولندا انجلترا ايرلندا، ما هو الفارق ما بين جيل 90 وادائه المميز وعدد محترفين اقل، وجيل 2018 مع لعيبه محترفه مع امكانيات اكبر وتحقيق نتائج سلبيه في مجموعه سهله؟ ما هو ده اللي مستغرب، ان الجيل الحالي فرصه احتراف كانت اكبر بكتير، ظروفهم افضل بكتير. احنا في الفتره بتاعت 90 ما كانش غير مجدي عبد الغني محترف في بيرامار، وده مجدي تربه كان في باوك اليوناني، وده برده مش من الانديه يعني من الانديه كبيره، لكن في برده الرابع الخامس، لكن مش بنفساكوس او الاولمبياكوس يعني. ادي الباقي كله كان هواه. ولكن معانا مدير فني رجل اداري قبل ما يكون فني. يعني انا سمعت بعض الحاجات اتمنى ان هي ما تكونش صح. اولا كان قصص كتيره جدا قبل ما نسافر كاس العالم، احتفالات مبالغ فيها، ظهور مبالغ فيه. اذا ده كان حقيقي انه بعض الجماهير وبعض نحترم الفنانين، نحترم رجال الاعمال، نحترم الجمهور العادي الطلبه، حد بيسافر ده على عيننا وراسنا من فوق، يعني دي الجماهير دي على عيننا وراسنا. لكن ما ينفعش معسكر لفرقه يكون فيه بعض الجماهير قاعده وعاد لنفس الاوتيل، وطبيعي انه
بطولات بتتلعب كل 3 4 ماتشات، بتتلعب ماتشات مهمه كل 3 4 ايام، لابد ان اللعيبه تكون في 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 مكان لوحده. حتى المؤتمرات الصحفيه عمر وانت فاهم هذا الكلام، لاي فرقه حتى الصحفيين اللي هم متخصصين في اللعبه بيبقى لهم وقت محدد، ان او مؤتمر صحفي مع الجهاز الفني او جزء من التدريب عشان يشوفوا، لكن بعد كده في تركيز تام يعني. فدي برضو حاجات اداريه انا مستغربها شويه. الحاجه الثانيه، الكابتن جوهري طبعا كان بيقدر يفصل كويس جدا اللعيبه عن كل الاجواء ديت. احنا لما رحنا ايطاليا 90 ووالدك كان واحد منهم يعني النجوم الكبار، كابتن جوهري تقريبا احنا ما شفناش اي شيء في ايطاليا يعني. احنا كنا في قاعدين في موتيل كده، مش اوتيل كبير حتى، في باليرمو وكالياري، كنا بالتدريب مشاهده الفيديو الماتشات اللي هنلعبها، محاضرات بتاع، ما شفناش حاجه في ايطاليا تقريبا يعني. حتى احنا بعد ما رجعنا مصر كنا بنقول لبعض احنا ما رحناش ايطاليا يعني، ما شفناش حاجه. فطبعا العزل ده والانفصال والتركيز ده مهم جدا، دي واحده. غير بقى الناحيه الفنيه، طبعا احنا بنلعب بشكل واحد طوال الماتشات، تصفيات كاس العالم، الامم الافريقيه، تصفيات الامم الافريقيه، انت بتلعب بدفاع ثم هجمه مرتده على محمد صلاح، ولو محمد صلاح مش موجود خطورتك بتقل بدرجه مش طبيعيه. ما فيش اي انياب هجوميه اخرى غير ان الكره تتلعب زي الجون بتاع النهارده، الكره اتلعبت في العمق لمحمد صلاح طويله، اذا محمد صلاح ما جابهاش ما فيش حلول اخرى. فالريتم او الـ الشكل اللي بنلعب بيه واضح طول الوقت. ثانيا الماتشات الوديه قبل البطوله نفس الحال، ماتش بلجيكا، ماتش كولومبيا، ماتش اليونان، ماتش الكويت، نفس الموضوع. في بعض المراكز كان فيها بعض التعديلات، صحيح وجهه نظر ونحترم وجهه نظر المدير الفني ونشكره على وصوله لكاس العالم، بس كان في وجهات نظر ممكن ما كانش في تغيير خالص في شكل اللعيبه. في بعض اللعيبه كان مستوى ادائهم قليل واضح في الماتشات الوديه، في بعض اللعيبه ظهرت بمظهر كويس، في مراكز ما اتخلقلهاش في الثلاث سنين بديل، الفيرويد، الباك ليفت، الوسط المدافع، كل الاعتماد على طول على طارق حامد والنني، رغم ان في عناصر كانت ممكن في خلال الثلاث سنين دي تبقى موجوده. دي حاجات كتيره، مع ان ان انه انه يعني مع احترامي الكامل يعني ما حدش يزعل، انه في بعض المواهب كانت اكثر شويه في جيل 90 عن الجيل الحالي. يمكن جيل 90 كان عندهم خبرات اكثر، الجيل الحالي في لعيبه كتير كويسه ولكن يمكن خبراتهم قليله شويه يعني، بعضهم خبراته قليله شويه بالذات في الثلث الاخير باستثناء محمد صلاح يعني، الباقي كله لعيبه كويسين بس الخبرات قليله شويه. كابتن اسامه عرابي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.